معانا ايضا مؤلف وسيناريست ايمن سلامه. يا ايمن، يعني ايه يوتيرن؟ يعني يوتيرن ده اللفه، العوده للخلف، فيوتيرن هنا معناها ايه؟ مظبوط، هو معناه العوده للخلف او الدوران، تمام، لف نفس الطريق اللي انت جاي منه. وده معناه ان الانسان لما يشعر ان هو ماشي في الطريق الغلط لازم يعمل يوتيرن مهما كلفه ده، بقى في اثناء رحله الرجوع واثناء رحله العوده هيكلفه كتير، فمهما كانت مشقه العوده لكن الافضل بكتير جدا من انك تفضل تسير في طريق الخطا. ايه القضيه اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ يعني هل هذا مسلسل اجتماعي، مسلسل بوليسي؟ يعني كلمني عن شكل المسلسل. لا، هو مسلسل اجتماعي، مسلسل اجتماعي جدا، في اسره مصريه، بتشوف في اسره مصريه، وبنتكلم على حاجات كتيره جدا، منها عدم الثقه في الاخرين حاليا. يعني انت ما تديش ثقتك لكل الناس اللي حواليك، ممكن يكون الطعنه بتجيلك من اقرب صديق ليك، من اقرب الناس اليك في هذا الزمن اللي فيه حاجات غريبة، في سوشيال ميديا بتتحكم فينا، في أكاذيب كتير جدا ما تصدقهاش. كل الحاجات دي بنناقشها جوه المسلسل، إلى جانب طبعا قضايا اجتماعية أخرى، منها قضايا الزواج والطلاق وحاجات كده مهمة قوي. يعني